تحية لمشاهدينا الكرام من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. نبدأ معكم باستعراض صور الأقمار الاصطناعية لنهار هذا اليوم الخميس. هناك غيوم رعدية ما زالت تتطور في المناطق الوسطى من المملكة العربية السعودية والرياض، كذلك أجزاء من المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية، وأيضا غيوم رعدية أكثر كثافة وقوة في الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد ومنطقة مكة المكرمة. هذه الغيوم الرعدية مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة في تلك المناطق، وأمطار غزيرة لكن على منطقات ضيقة ومحدودة من أجزاء وسط المملكة العربية السعودية وشرقها كذلك، وخاصة الدمام والإحساء. هذه الغيوم يتوقع إن شاء الله غدا، أو هذه الحالة الجوية غدا يتوقع أن تتمركز ناحية الجنوب الشرقي كالإمارات وسلطنة عمان إن شاء الله خلال يومي الجمعة والسبت. قد تكون هذه الحالة، أو يتوقع أن تكون هذه الحالة جوية قوية خاصة على الأجزاء الشرقية من سلطنة عمان. لمزيد من التفاصيل حول هذه الحالة الجوية غدا يوم الجمعة، يتوقع أن تتساقط الأمطار الرعدية الغزيرة على أجزاء واسعة من شرق سلطنة عمان، كذلك المناطق الداخلية من الإمارات العربية المتحدة. ربما هذه الأمطار تشمل أجزاء من سواحل الإمارات، وخاصة في ساعات ليلة يوم الجمعة دبي والشارق ورأس الخيمة مصحوبة بالنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وانخفاض في مدى الرأي الأفقية. كما تستمر الغيوم الرعدية في الأجزاء الشرقية من المملكة العربية السعودية وخاصة الدمام والإحساء، وأجزاء من شرق منطقة الرياض، كذلك أجزاء من قطر والبحرين. هذه الحالة الجوية كما أشرنا سابقا يتوقع إن شاء الله يوم السبت أن تشتد بشكل كبير على المناطق الداخلية من سلطنة عمان، على شرق سلطنة عمان، كذلك المناطق الداخلية من الإمارات العربية المتحدة. هذه الغيوم الرعدية تطال أيضا المناطق الساحلية مثل دبي والشارقة ورأس الخيمة. تلك الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية القوية ونشاط الرياح المثير للأتربة والغبار واضطراب حاد في أمواج البحر. ربما تتشكل السيول في مناطق واسعة من سلطنة عمان، كذلك المناطق الداخلية من الإمارات العربية المتحدة مشيئة الله، خاصة يوم السبت. الأجواء تستقر بشكل كامل على المناطق السعودية إن شاء الله يوم السبت مع ارتفاع بدرجات الحرارة. ونبدأ معكم بالحديث عن حالة جوية قوية إن شاء الله متوقعة الأسبوع القادم، والتي يتوقع أن تبدأ من الاثنين حتى يوم الجمعة على الأقل. هذه الحالة الجوية ناتجة من تشكل مرتفع جوي قوي على شمال أفريقيا، سيعمل على تدفق رياح باردة قادمة من أوروبا نحو شرق البحر الأبيض المتوسط. هذه الرياح الباردة سوف تتقابل مع رطوبة عالية قادمة من بحر العرب، سيعمل ذلك على استمرار تشكل الغيوم الرعدية على وسط المملكة العربية السعودية والمناطق الشرقية منها. هذه المنظومة الجوية سوف يدعمها منخفض جوي قوي متوقع إن شاء الله على المناطق الغربية، على المناطق الشرقية من المحيط الأطلسي وغرب أسبانيا. هذا المنخفض الجوي سوف يعمل على تدفق الهواء البارد بطريقة غير مباشرة وبشكل مستمر نحو المناطق الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية وبلاد الشام. هذه الحالة الجوية أو هذا النظام الجوي متوقع أن يستمر على الأقل لمدة أسبوعين من الآن، وقد يستمر حتى 22 أو 23 إبريل بمشيئة الله. يعمل على تساقط غزير للأمطار في مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية. ونظرة مفصلة أكثر إلى مناطق المملكة العربية السعودية الأسبوع القادم، والتي يتوقع أن تبدأ من الاثنين إلى يوم الجمعة. هناك كتلة هوائية باردة قوية تتواجد على المناطق الشمالية الغربية من البلاد، مصحوبة من نشاط الرياح الغربية المثيرة للأتربة والغبار، وكذلك انخفاض كبير في درجات الحرارة في تلك المناطق، ربما تصبح درجة الحرارة أقل من معدلاتها بشكل كبير وملموس. هذه الرياح الباردة والكتلة الهوائية الباردة سوف تتقابل مع رطوبة عالية قادمة من بحر العرب والخليج العربي، كذلك البحر الأحمر، تعمل على تطور حالة قوية من عدم استقرار الجوي على مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية وبالأخص وسطها، كذلك وسط القطاع الغربي ودولة الكويت والمنطقة الشرقية وأجزاء واسعة من شرق ووسط العراق. هذه الحالة الجوية ستصحب بعواصف رعدية قوية وأمطار شديدة الغزارة ورياح قوية مثيرة للأتربة والغبار، وخاصة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين إن شاء الله، تشمل العاصمة الرياض كذلك منطقة مكة المكرمة وربما سواحلها إن شاء الله، خاصة يوم الثلاثاء بإذن الله. ونظر أيضا إلى المناطق المتوقع تأثرها بهذه الحالة الجوية، هناك ثلاثة ألوان كما نراها في هذه الخارطة: اللون الأحمر، الأصفر، الأخضر. تلك اللون الأحمر يعني أن تلك المناطق سوف تتأثر بشكل قوي بالحالة الجوية، وكما نلاحظ أنها تشمل العاصمة الرياض، كذلك مناطق واسعة من شرق المملكة العربية السعودية مثل الدمام، كذلك دولة الكويت والبحرين وقطر. أيضا تشمل هذه الحالة الجوية بشكل قوي منطقة مكة المكرمة وربما سواحل
داخلها. هناك أيضا لون أصفر على شمال وسط المملكة العربية السعودية مثل المدينة المنورة وسواحلها، كذلك حائل، كذلك منطقة الحدود الشمالية من البلاد. اللون الأخضر يصبح في المناطق الشمالية الغربية مثل الجوف وتبوك وعرعر، غالبا ستتأثر تلك المناطق بانخفاض بدرجات الحرارة ونشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة لأترب الغبار. هناك رياح قوية في الخليج العربي، مناطق واسعة من البلاد تثير الأترب الغبار وتعمل على اضطراب كبير في أمواج البحر بمشيئة الله. الحالة الجوية أيضا تشمل أجزاء من الإمارات وعمان مجددا لاحقا من الأسبوع القادم إن شاء الله. وأطلقنا التنبيه المبكر على المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع القادم والذي يبدأ من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة. هناك احتمالية لتشكل السيول في مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية وبالأخص وسط المملكة العربية السعودية وغربها، كذلك هناك عواصف رملية محتملة وغبار كثيف ورياح قوية ربما تتجاوز سرعتها أكثر من 60 كيلومتر بالساعة. هذه الحالة الجوية القوية إن شاء الله يتوقع أن تستمر قد تتجاوز استمراريتها أكثر من أسبوعين، وذلك نظرا لاستمرار تدفق الهواء البارد عبر شمال الغرب شمال غرب المملكة العربية السعودية. بالنهاية تابعوا موقع تخص العرب للمزيد من التقارير حول هذه الحالة الجوية القوية المتوقعة بمشيئة الله. كذلك لا تنسوا تحميل تطبيق تخص العرب على الهواتف الذكية. كان معكم المتنبئ الجوي حسن عبد الله، في أمان الله.